ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده خدت قرار مصيري في حياتي. القرار ده لا يخليني احسن، لا يرجعني لنقطه الصفر خالص. انا قاعد اسبوع مش عارف اخد القرار ده ولا لا. انا قررت اغير المحتوى اللي انا بقدمه. هيبقى فيه موتيفيشنال، بس الموتيفيشنال والتحفيز هتبقى سلسله من ضمن الحاجات اللي انا هقدمها، مش هتبقى المحتوى الكامل. طب انا بقى هغير المحتوى لايه، او هتجه بقى لايه؟ هتجه للفلوجز والفيديوهات العاديه، حاجه جديده جدا ما عملتهاش قبل كده في حياتي، ما عملتهاش على اليوتيوب اصلا. متحمس جدا جدا، مع اني برضو خايف جدا ومتوتر، مش عارف الفيدباك بتاع الناس او رد الفعل بتاع الناس هيبقى شكله عامل ازاي، بس تجربه جديده وفرحان جدا اللي انا خدتها يعني. وخلاص انا فعلا بدات فعلا انا اصور فيديو وبيتمنتج اهو قدامي على اللاب يعني. وكنت لازم اقول لكم الخطوه الجديده اللي هتحصل في القناه. ان شاء الله فكره الفلوجز والفيديوهات العاديه هتنفعكم جدا وهتبقى جامده طحن. ولو انت عايز تعرف مواعيد الفيديوز اللي بنزلها على اليوتيوب، انا اكتف جدا على انستجرام، فيا ريت تدخل تتابعني على انستجرام، هتتبسط جدا جدا. حياتي الشخصيه وبعمل ابجريد كده لكذا حاجه وصور وحاجات وفيديوز برضو بنزلها برضو هناك، بتبقى فيديوز قصيره كده هتنفعك جدا برضو. مستنيكم على الانستجرام، هتبسط بيكم جدا، وان شاء الله التجربه الجديده دي هتبقى ناجحه ان شاء الله. انا متحمس جدا بيكم ان شاء الله. بس كده، انتظروا فيديوهات جايه كتيره جامده جدا. بس كده.